مساء الخير متابعي جريدة الوطن، اهلا وسهلا حضراتكم ولايف جديد بل ولايف متابعة لمؤتمر وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار عقد اعلانه نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2021. النهاردة كانت فيه مفاجآت كتيرة خاصة فيما يتعلق بالاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، ويمكن دي مش نتطرق إليها دلوقتي خالص، ولكن دلوقتي احنا نتكلم عن تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لعدد من الكليات القطاعات، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار دلوقتي على طول تنسيق 243 ألف طالب كانوا مسجلين عن المرحلة الثانية سواء للشعب العلمية أو الشعب الأدبية، وأعلن الحدود الدنيا لعدد من الكليات سواء للكليات القطاع العلمي شعبة علم علوم أو قطاع علمي شعبة رياضية أو الحد الأدنى للكليات بعض الكليات الأدبية. فعلى سبيل المثال يمكن طب بيطري توقف عند 85% و6 من 10 لطلاب الشعب العلمية، كلية تمريض توقفت عند 62% و43، كلية الهندسة لشعبة علم رياضة توقفت عند 79% و75%، دول كانوا الكليات المتبقية من المرحلة الأولى وقف لها الحد الأدنى، كانت في بعض الأماكن شاغرة بها فنزلت للمرحلة الثانية وبكده استكملت أعدادها اللي هي كانت أعداد بسيطة يمكن ما تتراوحش ما بين كل كلية والأخرى ما بين 300-500 طالب. نخش على كلية تخطيط عمراني، وهي كانت للشعبة العلمية وهي الكلية الوحيدة اللي في مصر المتاحة موجودة في جامعة القاهرة، بل الحد الأدنى ليها كان 78% و78%. كلية الفنون التطبيقية توقفت عند 77% و31%، وكلية حاسبات ومعلومات للشعبة الرياضية 75% و1 من 10، ونهاية بكلية فنون جميلة توقفت عند 70%. دي كانت الحدود الدنيا للشعبة العلمية علم علوم أو الشعبة الرياضية. المفاجأة كانت طبعا في كليات الشعبة الأدبية. كلية الشعبة الأدبية يعني كلية تربية فنية وقفت عند 238 درجة بما يعادل 60% و9 من 10، كلية الأداب وقفت عند 259 الحد الأدنى لها يعني 63.71%، وكلية حقوق عند 60% و9 من 10. الحدود الدنيا يمكن أعلنها دي كانت اللي هي الكليات يعني كانت متبقية للطلاب في شعبة الأدبية ولكن ما نزلتش مرحلة ثالثة. ولكن دلوقتي احنا هنتكلم عن الأماكن اللي بعد ما خلصنا إعلان النتيجة للمرحلة الثانية وكان أعلن عنها الدكتور خالد عبد الغفار وأعلن عن حدود الدنيا ليها، أعلن عن إن شاء الله بدءا من يوم الأربعاء الجاي بعد بكرة إن شاء الله ستبدأ مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل زي ما قلنا حضراتكم ما بين الكليات أو التحويل الغير مناظر أو مرحلة الاغتراب هتبدأ الأربعاء ولمدة 5 أيام إن شاء الله في الحدود اللي هي معلنة من قبل المجلس على الجامعات بنسبة 10%، وطبعا دي بتكون وفقا للقواعد كان أقرها المجلس الأعلى للجامعات سابقا. مرحلة تقليل الاغتراب هتكون للطلاب اللي كانوا مسجلين وظهرت نتائجهم سواء بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية بعد مرحلة تقليل الاغتراب مباشرة. أعلن وزير التعليم العالي أن سيتم انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات. تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات طبعا ده الحد الأدنى ليه زي ما احنا عارفين كلنا بيبقى 50% فما فوق طبعا سواء للشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، ولكن هنا سنتوقف قليلا نحو الأماكن الشاغرة سواء للشعبة العلمية علم علوم أو الشعبة العلمية علم رياضة أو الشعبة الأدبية. فنيجينا نتكلم عن الأماكن الشاغرة للشعبة علم علوم وعلم رياضة هتكون في كليات زراعة شعبة رياضيات، كليات التربية تعليم ابتدائي، وكليات التربية شعبة الطفولة، وكليات الحقوق بالنظامين انتساب وانتظام وانتساب، وكلية التربية النوعية، وكلية الأداب انتظام وانتساب، وكلية السياحة والفنادق، والمعهد الفنية للتمريض، وكمان كليات التربية النوعية التربية الرياضية، كليات التربية النوعية موسيقية وفنية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التكنولوجية، والمعاهد العليا والمتوسطة. ولكن في بعض الكليات يعني ككلية تربية رياضية أو كلية تربية نوعية أو كليات سياحة وفنادق، الكليات دي قبل الالتحاق طبعا يشترط أن الطالب يكون تقدم لاختبارات القدرات بل وقتها علشان يقدر يلتحق بالكلية دي لو كان الحد الأدنى الخاص بيه جايبه. ولكن الشعبة الأدبية في الأماكن الشاغرة اللي هو المخصصة لها
يعني دي كانت مفاجأة نوعا ما، في عدم وجود أماكن بالكليات دايما اللي كان يرغب بها الطلاب ككليات حقوق وآداب لهم، يعني مفيش أماكن لطلاب الشعب الأدبية بالكليات دي، ولكن هناك أماكن أخرى للشعب دي، في كليات التربية تعليم ابتدائي وكليات التربية شعبة طفولة، وكذلك كليات السياحة والفنادق وكليات التربية الرياضية وكليات التربية النوعية والموسيقية والفنية وكليات المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة والمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية. كده احنا اتكلمنا عن الأماكن الشاغرة، ودي كانت أكتر حاجة بيبحث عنها أولياء الأمور، ويعني بيبحث عنها باستماتة، يعني أملا منهم أن أولادهم يلتحقوا في ظل يمكن تدني المجاميع لطلاب الثانوية العامة هذا العام اللي يقال عنها الثانوية التاريخية أو ثانوية التابلت. نتكلم يمكن رصدنا لما الدكتور خالد عبد الغفار كان بشر الطلاب بأن هناك يعني أماكن كتيرة ستكون متوفرة لطلاب التنسيق المرحلة الثالثة، هتكون ما يقرب من 100,000 مكان موزعة سواء للشعبتين العلمي أو الأدبي. كذلك يعني بشرهم إن شاء الله إن احنا التنسيق يعني ممتد بالنسبة للطلاب، كان ذكر الدكتور عبد الغفار الطلاب اللي هم حاليا الثانوية العامة اللي هم الدور الثاني اللي بيأدوا الامتحانات والمقررة تنتهي خلال أسبوع، طمنهم ان هم ان شاء الله لهم اماكن متوفره اول ما يخلصوا الامتحانات وتظهر نتائجهم ويتم ارسالها من قبل وزاره التربيه والتعليم.